سلام، لا اتمنى انكم تكونوا بخير. عليكم جيتكم اليوم واحد الفيديو جديده. اليوم غادي نديروا واحد البريوش اللي غادي يكون سهل وغادي يجي خفيف بزاف وكيعطي واحد الكميه وفيره. انتقص بلا فيديو، خليكم معنا باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غادي نحتاجوها في هذا البريوش، غادي نحتاجوا واحد جوج ديال البيضات، غادي نحتاجوا كاس ديال السكر سنيده، غادي نحتاجوا كاس ديال الزيت نباتيه، غادي نحتاجوا نص اترو ديال الحليب اللي غادي يكونوا ديجا مسخنينه من قبل يكون دافي. غادي نحتاجو ايضا واحد زوج معالق كبار ديال الخميره ديال الخبز، غادي نحتاجو ايضا واحد المعلقه صغيره تقريبا ديال الملحه، وغادي نحتاجو واحد زوج ساشيه ديال الخميره تقريبا اولا زوج معالق كبار ديال الخميره ديال الحلوه، و سكر فاني اللي غادي نديرو ساشي ديال 7 غرام. اخيرا غادي نحتاجو الكميه ديال الدقيق اللي غادي تجمع لنا الخليط كامل. غادي ندوز دابا لطريقه التحضير. اول حاجه غادي نحتاجو غادي نديرو داك النص اترو ديال الحليب اللي كنا ديجا مسخنينه من قبل، فمن بعد غادي نزيدو جميع المكونات ديالنا مع عدد الدقيق اللي غادي نخليوه هو الاخير. فاول حاجه غادي نبداو بها هي داك الكاس نتاع السكر سنيده، من بعد غادي نزيدو داك الكاس نتاع الزيت نباتيه، من بعد غادي نزيدو دوك جوج معالق كبار ديال الخميره ديال الخبز. بالنسبه للخميره ديال الخبز فكتكون حسب درجه الحراره ديالك اللي كتكون في المنزل ديالك، فاذا كان عندكم شويه البرد بحال دابا عندي انا هنا البرد شويه الحال، فداكشي علاش انا درت هنا الكميه ديال الخميره شويه كثيره. من بعد غادي نزيدو ديك الرشيشه ديال الملح وداك لو سكر فاني. دابا البنات من بعد ما درنا كاع جميع المكونات تقريبا وداك المزيج ديالنا حتى تقريبا داك السكر كنحسو به داب، عاد من بعد كنضيفو دوك زوج بيضات. المكونات ديالتنا كلها اختلطت مع بعضياتها، غادي نبداو كنضيفو الدقيق شويه بشويه. غادي نضيفو في الاول داك الدقيق، غادي نزيدو واحد شويه، غادي نزيدو مع داك الخميره ديال الحلوه، من بعد غادي نبقاو كنزيدو الكميه ديال الدقيق تدريجيا حتى كنحصلو على واحد العجينه اللي كتكون ما هي قاصحه ما هي خفيفه. هي يفضل تكون شويه خفيفه باش تجي هشيشه، شحال ما كانت خفيفه شحال ما كتجي هشيشه. فغادي نوريكم في الاخير كيفاش غادي تكون الكثافه ديال العجينه ديالتنا. غادي نبقاو كنزيدو الدقيق تدريجيا حتى كنوصلو لهاديك الكثافة اللي مطلوبة. فوالا هذه هي العجينه كيفاش خصها تكون، خصها تكون شي شويه خفيفه. من بعد غادي نخليوها كتختمر، من بعد غادي ندوزو كنديروها في صنيوات اولا في المول اولا في اللاطه اللي غادي تدخل الفران. هنايا خديت كويرات درت فيهم شويه ديال الشوكولات، بالنسبه للشوكولات تقدروا ديروا شوكولات ازواد اولا شوكولات ابيض حسب الذوق. انا هنايا درتهم بزوج،
كاين اللي درت فيهم شوكولاتة ابيض وكاين اللي درت فيهم شوكولاتة اسود. كيف ما كتلاحظوا هنايا خليت شويه د الفراغات باش حتى كتختمر عادك تلتصقوا هذوك الكويرات ديالتنا. من بعد ما غادي تختمر غادي ندخلوها للفران وغادي نوريكم في الاخير الشكل النهائي ديالها. هذا هو الشكل النهائي اللي كتحصلوا عليه. كيف ما كتلاحظوا كتجي خفيفه بزاف. هاد الحبه اللي انايا حليتها هنايا ابيض. بالنسبه نسيت ما قلت لكمش من قبل، هاد البريش من بعد ما اختمر كنت زدت درت له دهنته من الفوق بالبيض، البيض كنت زدت معاه شويه ديال السكر وشويه ديال النسكافيه باش يعطي واحد لاكولور زوينه. بالنسبه لي انا كنطيبو بزاف. فكنتمنى انها لا فيديو تعجبكم. ما تنساوش الى عجبتكم ديروا لايك وتشتركوا في القناه الى كنتوا باقين جدد وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتلاقى فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.